أجهنا بالفرصة. طيب الحقيقة يعني إحنا الشيخ تعرف الله يبارك فيك، إحنا سعداء يعني. إحنا سعداء طبعا بلد. هذا الكلام هو للأسف موفق السامرائي، وإنها لمناسبة سعيدة جدا، ولو إحنا تعرفنا عليه من خلال المذياع الله يبارك فيك، وهي مناسبة سعيدة جدا أن نلتقي في هذا اليوم وفي بيتكم طبعا هذا مع فضيلة الشيخ المنجاوي وبقية الأخوة الكرام. وبهذه المناسبة راح نسمع كلمة من فضيلة الشيخ. إيه كلمة ولا تسمع آية؟ نعزمها بآية كلمة على شكل ترتيل. لا ما استمتعهم، لا كلمة وبعدين تبديل آية. لا حبا احنا ليش نعتدي على الاختصاص؟ لازم نطلب آية فقط. كلمة من خير الكلام. احنا في بعض التوجيهات بالنسبة لنا ما يتعلق بالصوت والمحافظة عن الصوت. طبعا هذا الكلام من الأخ عبد الرحمن توفيق. الأخ عبد الرحمن توفيق ده احنا نعتبره مصري يعني. أخذنا منكم يعني. بما أنه المصر والعراق واحد، إحنا نضع كلامكم هذا في موضع الاعتزاز، لأن اعتزازكم بالأخ عبد الرحمن يفرحنا طبعاً، وإحنا أيضاً كما نتمنى لكل إخوانه نتمنى لهم مستقبلاً زاهراً في حق التفسير كلام الله، وهو إن شاء الله يستفيد من توجيهاتكم إليه. فبأي شيء طبعاً تنصحوا؟ لا ما هو خلاص ما هو مين لينا دلوقتي يعني بغير حاجة إلى نصف وتوجيه. العفو شيخ، ممكن أوجهك بعض الأسئلة الشخصية؟ متشكرين يا شيخ. هاي أول مرة تزورون العراق؟ لأول مرة. نعم. يعني بعد ما طلعت على العراق نهائيا؟ لأول مرة. يعني في بس في بغداد لازل؟ بس في بغداد، وكنت أود بأنه أنا الحج مصري. أنا أشوف الحج في حياة بلاغ والتغارة فيها آثار يعني كويس، وآثار يعني بروج، لكن أنت الحل هم بها آثار. الزهرة الربيعي فهو علق وأضاف إلى كلام الأخ موفق السامرائي، لأن الأخ موفق السامرائي من يسب الدعوة إليه وجهها الى الاخ. لا باعتبار الحلة الاخ ايضا الحلة تمتاز باثار باثارها القديمة قبل الإسلام وقبل العرب بالنسبة للعراق يعني ذلك ما على كل حال يكفيهم أنه فيها مسألة حمرابي وهو اللي سوى الشرائع وغيرها. أنت تفتخر بها يعني كل الشرائع مثل حجي الشرائع مربط بشريعة الإسلام يعني لا يعني بداية صحيح بالتالي في التمهيد يعني، ولذلك فإن الإسلام لا ينكرها بل يضعها موضع التقوية طبعا. والآن يمكن يكون في لطيف لو نستمع إلى بعض الآيات من فضيلة الشيخ. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. فضيلة المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله الله
الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسرت من آية الحكيم.